هاي معكم هادي بيضون. انا برسم وبنحات، بلشت ارسم عمري 14، مع انه عملت جرافيك ديزاين بالجامعه، بس كل شيء مانيوال ورك وبينتينج وسكالبتينج وكله تعلمته لحالي، وبعدني لليوم بعمل كل هالشيء كل يوم ونوي اعمل شيء ثاني. دائما اليوم نحن بنشوف صوره حلوه، بيهمنا نتعرف على الشخص اللي ما وراء هذه الصوره، فكان عندي الفرصه اليوم نتعرف على هادي. طبعا هادي من اكثر الصفوف اللي كنت انا احتاجها، لانه في المجال نفسه اللي انا اسويه. انا عاده بالارت يلي بعمله بجرب اعمل شيء مش بس يكون الوان حلوه وخلصت القصه، لا، بفضل وصل المسج دائما، وعاده المسج تبعي بيكون مخبى بين الاسطر. مثلا بس عملت هاي الفكره منها، نحن بالمدرسة بالعربي بالصف العربي كان عنا دايما هالجملة كلنا بنعرفها، أكل الولد التفاحة، بقى طعمه التفاحة للولد بالقوة، مثل الواحد عم ياكل كف أو مي مسقعة ليوعى. صح، صراحة أنا ما كنت أعرف إنه عندنا هيك مواهب عربية اللي توصل للمستويات العالمية وتتنافس معهم، فجدا فخور وسعيد انه التقينا بهيك موهبه. هلا هيدول سيريز برونز، الفكره هي ايام بتبلش مشي صفر، ما بتعرف كيف تجيك. سو رحت على الجيش قاعد هونيك معي ورقه وقلم، شفت الناس دار من داري، قلت هودي مناظرهم غريبه عجيبه، فبلشت ارسمهم. بعدها بسنه نحطهم بالجفسين، قلت اعمل شيء ثاني، كتبت لهم كاركترز، كل شخصية صار عنده اسم، ناموا بالكرتونة شي 12 سنة، بعدين الظرف الحياة بتبعت لي واحد مثلا شافهم، قال واو كثير حلوين لازم تعملهم برونز، ما فيك أنت من الأول الطريق تشوف آخرتها وين. In the process at one point عملت لهم أنيميشن، ما كان شي مفكر فيه قبل. عملت لهم كتبت لهم موفي سكريبت. اليوم الفن بيعبر عن الشخص. هادي لاحظت عليه من الأشخاص اللي بيرسم أو بيشتغل بمجال الفن لهو يكون مبسوط ويعبر عن اللي بيحسه، فهذا الشيء كتير حلو. ودائماً بالفن مش ضروري تكون مقرر أنه بدي أعمل هيك وتعملها، فيك تقرر أنه بدي أعمل هيك ويطلع معك شيء تاني، وفيك ما تقرر شيء وتشوف شو بيطلع معك. هل أحياناً تجيك لحظة كده تقول أنا سويت زبالة ما تنفع؟ إيه فترميها ولا إيش تسوي بالضبط يعني؟ يعني احيانا يعني تجيني فكره حلوه في 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 بالي كويسه الفكره، بس لما اجي امثلها ما تطلع صح بنفس ما تخيلتها. هي تجربه دائما، يعني فيك تجرب وتقول اوكي ما زبطت، اذا كان كانفاس او شيء برجع بدهن فوق برجع بجربها بطريقه ثانيه، او فيني اقول كل هالفكره كلها سوا ما لها طعم بكبها، وفيني انا عم بعمل هالفكره اعمل غلط او تكوع معي هي وتوصلني على فكره ثانيه. بس المهم اهم شيء انه تعمل شيء، بدك تمشي، اذا ما مشيت بتضلك واقف، بدك تجربها. مثل اي مجال، مجال الفن هو اكثر شيء ممكن الواحد يقلد فيه الاخر. لو بتكتشف حدا عم بيقلدك او عم يسرق افكارك، كيف تتعامل مع هذا الموضوع؟ اهم شيء ما تقلدوا حدا، اهم شيء كل واحد يفتح حسابه. انت عبالك تكتب البلوك تبعولك فيه بوين بالاول او بالاخر، او بدك تكتب شيء ساينتفك، او بدك تكتب شو ما بدك عمال، بس مهم واحد ما يقلد غيره، اهم شيء. يعني مش ضروري لانه كل البلوجرز عم بيكتبوا عن الاكل، يعني انا كمان بدي اكتب عن الاكل، فيني اكتب عن الاكل بس بغير طريقه. وهذا الشيء بيلهمني انا شخصيا انه كفي بالشيء اللي انا بحبه وعبر عنه بالطريقه اللي انا برتاح فيها وبتمثلني صح لفوت على قلوب العالم اكثر. أنا جداً استفدت من الصف هذا يعني، وأتمنى إنه هادي يرجع يزورنا مرة ثانية. الحين خلصنا الصف مع هادي، وإن شاء الله بنروح نسوي عمل قوي، وشوفوا لا تنسون. الحين وصلنا المكان اللي راح نرسم فيه، وبس بنشوف المساحة ونبدأ نقرر، بعدين بنبدأ إن شاء الله في الرسم. هو في البداية عرفنا النقطة اللي أنا بوصل لها، وهو بيوصل لأنه عرفنا كيف تتلاقى الرسمات في الأخير، فبدينا كل واحد لحاله. هيدا الشيء بيسموه تواصل بلا حكي، بس كل واحد يكون بالزون تبعه. كيف عندك اوركسترا كل واحد بالزون تبعه، بس بذات الوقت كله سينكرونايز، بلا ما نتفق اتفقنا. رسمي تبعي عم جرب انا اعبر عن المجتمع، كيف صرنا هلا نحن بهالعالم، في شراهه، بده بعد وبده اكثر وبده يطلع على غيره وبده ياكل غيره كمان. الشيء اللي انا رسمته هو مانكي كان معصب لانه انا طلقت الشيء اللي جواي، وهو اللي مثل اختلاط بين عالمين مع بعضهم، بس اثنيناتهم فيهم شيء منرفز.
طبعا انا مبسوط وشرف لي كبير انه اشتغل مع هادي، بالعكس انه سمحت لي الفرصه هذه وانه يلتقي الفنان الفن اللي هو السعودي وعندنا هو، فمره مبسوط. في تفاصيل صغيره باقيه وباقي التوقيع انا والفنان هادي، وان شاء الله انها بتكمل الرسمه وتكون لها بصمه حلوه. شو ست جنان؟ هاي، كيفك؟ منيحة كثير. منيحة كثير؟ هذا الأسبوع وتعطيتكم التحدي دغري أنت ترتيلي على السماء والغيوم ومدري شو، قد ما كنت مبسوطة وطايرة من الفرح. نعم، حلقت نحو السماء. حل إيه، وهلا رجعنا على الأرض شوي، حتى أجرينا على الأرض ولا بعدنا طايرين فوق؟ بلا، وزنت. طيب شو في فكرة لهذا الأسبوع؟ يلا خبريني. رح أحكي عن إدمان التعلق العاطفي. اوكي، ما بعرف اذا انا برجع ببين انه اسباب حرمان عاطفي او خلص، بس بحكي عن التعلق العاطفي واضراره والاذى المعنوي اللي بسببه لما بصير هذا الادمان. كثير انا حبيت الموضوع لانه ما مضطره ابحث على جانب مشاعر احكي عنه لانه كله مشاعر. فكثير بدي اكتب شيء حزين بياثر بالعاطفه. شيء حزين ايه بياثر بالعاطفه، بيلعب على المشاعر. الفكره اوكي، ما بدي نعيد اغلاط الاسبوع الماضي. طبعا اكيد اوكي، ولا شيء مزبوط. أوكي. بالتصوير كان في قصص شوي هيك سخيفه، يمكن ما بتلبق للقصه ولا الموضوع ولا شيء هيك، فبدنا نتجنبهم هدول بليز هذا الاسبوع. جنان دخيلك اوكي اوكي، وبتكتب شيء دراما شوي انا ما عندي مشكله، بس بده يكون على قد قويه الموضوع والادمان وكل شيء ثاني حواليه. وضحت الفكره؟ طيب يلا موافقة. شكرا. الموضوع ما بيجرد شخصيتي أو تجاربي، ولكن أنا كتير استلهمته من كل أصدقائي البنات لما بحبوا، فهنان كتير بيتعلقوا لدرجة عن جد بتصير مدمرة نفسيا ومؤذية معنويا بشكل رهيب. فلما بتفضل الآخر على نفسك وبتنسى حالك، فأنت أكيد صرت مدمن على هيدا الشخص الثاني. هيدا الفيديو كتير رحت فيه من إحساسي، لأنه الموضوع كلياته مشاعر، فأنا كتبته عن جد من كل قلبي. رح أقدم شيء حلو وكتير يلامس القلوب وكتير يأثر بالمشاعر. عرفنا وشنو هو تشالنج هذا الأسبوع اللي هو على الإدمان. يعني قعدت مع نفسي شوية فكرت وخرجت لي فكرة بزاف رائعة، نسينا نروح نطرحها على سيلين باش تعطيني الموافقة عليها. هاي نوي. هاي، كيفك اليوم؟ مليحة الحمد لله. مليحة؟ بصح راني متوترة شوية بما أني الأسبوع اللي فات كنت في مرحلة الخطر، ف بصراحة الفيديو تبعولي لهذاك الأسبوع ما بيقطع ما بيقطع، يعني ما بعرف كيف زمطتي من منطقة الخطر وهيدا، بس إنه هذا الأسبوع ما بقى بدنا هذا الشيء ان شاء الله. نظن بلي معها حق، الاسبوع اللي فات خذيت مجازفه كبيره ومانيش حنعاودها. اوكي، فخبرينا شو عن الفكره. فكرت بما اني في موضوع السفر لازم يكون اكيد كانسانه اللي نسافر، فما نقدرش نتكلم مثلا عن المخدرات وهيك. اكثر شيء شائع في السفر ولا غير السفر هو الادمان على السوشيال ميديا. اوكي. مثلا الناس ولاو يفيكيو بزاف، معناها يمثلوا مثلا ممكن ما يكونش فرحان ولا غير على جال الصوره، باه ياخذ الصوره يبين انه فرحان ولا انه هذا الشيء عجبه ولا، فهذا الشيء صار ادمان وهذه الظاهره صارت. اسمها راح نطرحها في الفيديو تاعي. اوكي، التصوير دخيلك، ما بدنا انت قاعده وفي مخده بحرجك وعم نخبر، يعني مثل ما عملنا هديك المره ما بيلبق هذا الشيء ابدا. هذا مش انت، انت المفروض تكوني عم بتسافري عم تفرجينا اشياء جديده. طريقه التصوير هذه المره راح ندخل جرافيكس اللي مازال مستعملهمش كامل في الفيديو تاعي، ونظن الطريقه اللي حنطرحها بها مازال واحد مستعملها، مازال حتى واحد مستعملها، فراح تكون حاجه جديده ان شاء الله. هذا الاسبوع بدايك من التوب بليز. ان شاء الله. خلص القعده مع سيلين، دوكا وقت نكمل نزيد ندير ريسيرش ونخمم كيفاش راني رايحه نصور الفيديو تاعي. دوك نشوف شكون اللي يعاوني هذا الاسبوع، نظن كالعاده راح يكون عبد الرحمن، وان شاء الله الفيديو يخرج بزاف شباب. هاي نور. هاي، كيفك؟ الحمد لله. منيح؟ شو الوضع هذا الأسبوع؟ طمني. تمام. الموضوع يعني أشوفه مهم كمان،
كل مواضيع مهمة صراحة اللي حكينا بيها، بس هذا موضوع خطير ورسالة لازم تكون جدا مهمة تصيب الهدف 100%. أوكي. فاختاريت فيلم أنا جدا أكرهه صراحة. ما تقول لي شو هو؟ في أنا أقلك؟ yes. Requiem for a Dream. صح. أنا بالنسبة إلي يعني شايفة مرة واحدة وما أريد أعيد مشاهدته، بس مع الأسف لازم أعيد مشاهدته علشان أقدر أتكلم عنه بطريقة صحيحة. راح أحكي إنه هذا الفيلم مهم ما أعرف إيش، بس أكثر راح أحاول أستخدمه كوسيلة إنه شوفوا لو أنتوا صار عندكم أديكشن شنو التأثير اللي راح يصير، التأثير الشخصي وتأثير على الناس اللي حواليك. التشويس تبع الموفي اي ابروف، اكيد اي ابروف، لانه ما بتصور في فيلم حتى قد ما كان عن المخدرات وهيك فرجة المخدرات والادمان والكونسيكونسز بقويه Requiem for a Dream. yes. اكيد روح بهذا الفيلم. That's good. بس ما بعرف لحد الان هل حصور ما اصور، ما اعرف انت شو نصيحتك. اوكي، هذا الموفي وهذا الاسبوع ما ضروري نعمل شيء كيوت، كثير مهم انه اذا قررت تصور لازم يكون بقويه الأسبوع الماضي، إذا مش أقوى كمان من هيك. يعني أنت بلش شوف سكريبت تبعولك كيف عم يركب على هذا الفيلم. أوكي، وساعتها منشوف إذا منصور ما منصور، كيف منصور. شو منحط شو منحط. أوكي جريت، اتفقنا على الفكرة. حبت الفيلم اللي راح أطرحها، طريقة الطرح اللي راح أحكي بيها، الفيجوالز اللي راح أستعملهم، فإن شاء الله راح يطلع فيديو حلو. هاي جايز، كيفكم؟ أنا اسمي يوسف سوما، عمري 19 سنة، والدي مصري وأمي لبنانية، خلقت وتربيت بيروت، وأنا سوشيال ميديا انفلونسر just like you guys. يوم زارنا يوسف سوما وخبرنا عن تجربته بالسوشيال ميديا، كيف هو بلش، عمري كتير صغير، عندي تقريباً 400 ألف متابع. بلشت على انستغرام بطريقة كتير بتضحك بالصدفة، نزلت صورة كان عندي 200 فولور، هلأ صار عندي تقريباً 400 ألف بيجز، صاروا يزيدوا ويكتروا ويكتروا ويكتروا، بس هي صارت معي بالصدفة وبس ما بقيت بالصدفة. اللي لفت انتباهي انه شاب مثل يوسف عمره 19 سنة بس يتحدث هيك طريقة حلوة وناضجة، وتكلم لنا عن نصائح راح تفيدنا احنا بعالم السوشيال ميديا. التحدي تبع هذا الاسبوع هو عن الادمان. انا اليوم جاي على بالي شارككم خبرتي انا الكثير قصيره اللي هي مدتها سنتين تقريبا على مواقع التواصل الاجتماعي، اعرفكم عن نوع ادمان انا قطعت فيه. انا صبي لما كان عمري تقريبا 17 سنه صرت معروف كثير، وهذا الشيء كان كثير مزعج. عصبي عمره 17 سنه عم تعطيه كاب عالميه ببلاش، حتى جولري او قصص ذهب و تيكتس تو كونسرت فري فونز، كل شيء ببلاش. كانت حياتي كثير حلوه، رفقاتي بالمدرسه صاروا كلهم يحبوني كثير، وصرت انا هيدا الصبي بس فوت يوسف لايك وانا صرت صدق، فانبسطت وصارت الشهره تبعيتي كثير بتزيد. فصرت انا صبي بنزل صوره مثلا وحده الظهر اذا جابت 20,000 لايك بس دبريس بعصب، بطلت كول، في حد عم يجيب لايكس اكثر مني، صرت تحس حالي كثير انسان كيبل او قادر او معروف لدرجه انه بطل يهمني راي حدا فيه. طيب انت كيف واجهت هذا الموضوع؟ كيف تخطيته؟ وهلا كيف انت هلا بعمر 19 اسم الله عليك انت كثير اكبر من عمرك، هذا الشيء بيرجع يمكن لتربيه شخصيه وكذا وهيك، بس انت كيف واجهت مشكلتك انه تصير تعمل كنترول بحياتك؟ تخطيتها بناس كثير منيح وناس يعني كان في عندها حد عالم كثير قوي، يا امي اكيد، أمي دائما بتذكرني انه انت شو ما تطلع انت صبي عمرك 19 سنه، كثير بدك تصلي، كثير بده يكون في حدك عالم صح بوقت الصح. للاسف الخبره الشخصيه بتاعته دي ناس كثير مروا بيها، وخاصه في مصر وفي الوطن العربي كله، مرض الشهره بقى منتشر جدا جدا، بقى بيأثر على الشباب. كل الناس عايزه تشير حتى لو ما عندهمش محتوى بيقدموه، وده شيء غلط. لازم تميز نفسك انت هتتشهر ليه، وتسال نفسك انت هتتشهر بايه. اهم شيء بيهمني ما تكونوا مدمنين على السوشيال ميديا، لانه ادمان السوشيال ميديا شيء ابدا منه حلو، حيأذيكم وحيضركم وحيعملكم ايشوز بيج
شوز انتم بغنى عنا. حلو انه شفت هيك قصه واقعيه قدامي خلاني اوعى على اشياء ممكن ما اكون واعي لها. لازم ما خلي نفسي اتاثر بكميه اللايكات اللي بتجي لها صوره، لانه الاهم هي الرساله اللي انا عم بوصلها للعالم يستفادوا منها، ومو اللايكات اللي انا عم بحصل عليها من العالم. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من اللي قلته. بتمنى لكم اسبوع حلو وتحدي حلو، وان شاء الله برجع بشوفكم بمحلات احلى. انا قعدت امبارح اليوم كله سهران بفكر ازاي هعرض الفكره بتاعتي، لان مشكله الكوميديا ان انا ما بخشش اعمل بحث على النت فاطلع المحتوى بتاعي، لا انا بعرف الموضوع بيدور عن ايه ولازم الموضوع يطلع من دماغي انا، فبياخد مني وقت اصعب في البحث وبياخد مني وقت اصعب في ان انا اطلع المحتوى واكتب المحتوى ازاي واقوله ازاي واعبر بوشي ازاي، فبحاول اشتغل عليه على قد ما اقدر. محمود. نعم. شو يعني إدمان يا محمود؟ إدمان هو إن الإنسان يفضل يكرر عادة بشكل توصله إن هو مش قادر يستغنى عنها، وفي نفس الوقت مش مستفيد منها، وممكن بعض الأحيان بدل ما هي بتضره بتضره بتضر اللي حواليه. اليوم هو عيد ميلاد محمود، وحبينا نسوي له المفاجأة هذه وهو ما يدري. إحنا اتفقنا ويا سيلين إنه ما تعايده وتخليه عندها وتحاول تسولف وياه قدر الإمكان إلى أن ما يصير إحنا عندنا وقت نجيب الكيك نحط الشموع. نتفق انه شلون ندخل. محمود هابي بيرثداي. هابي بيرثداي. كويس انه هو ما حس انه احنا اختفينا من الغرفه وجينا خلصة هيك من وراه. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Ashwin. Happy birthday to you. سنة حلوة يا جميل. انبسطت جدا 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 وما كنتش مركز، يعني كنت محرج برضو جدا لان لقيت مره واحده كاميرا قدامي وكاميرا من ورايا وكله عمال يصور وانا مش عارف اقول ايه، فكنت سعيد جدا بصراحه وحسيت ان انا فعلا علاقتي كويسه بالناس والناس بتحبني يعني. احرجتوني والله. وانت مفكرني انا ناسي؟ قلت اليوم ما حدا عيدني وانا حسيت حالي اوسخ صديق في العالم. حبينا كلنا نفاجئه وحبينا ما يعني قد ما فينا نعوضه عن اهله، نكون حواليه يعني ونكون كلنا اهل وعيله واحده، وفاجئناه والحمد لله انه انبسط يعني. شكرا. ربنا يخليك يا رب. عشان كده هناك راحوا وعمالين تمطوا في الكلام. حسيت ان سيرين بتمط في التفاصيل معايا، يعني عماله تحكي عن الادمان، اول مره تقعد تحكي في تفاصيل الموضوع قوي كده قدام الكاميرا، بس كنت مستفيد بسمع اللي هي بتقوله. مره واحده لقيتهم هم بقى داخلين عليا بالتورته وكل سنه وانت طيب، وكان لحظه جميله جدا يعني. بتمنى التوفيق ليا ولكل الزملاء، وبتمنى ان ربنا يكرمني في حياتي في كل حاجه، سواء في شغلي او في كل حاجه في حياتي. والامنيه بتاعتي بقى اللي انا ما رضيتش اقولها قدام الكاميرا وهم بيصوروا عشان ما احرجكوش، ان انا ان شاء الله اللي هطلع القهوه الاسبوع دوت. اوكي هلا سفيت رجعت قسمه مظبوط، عملت وش؟ عملت وش بتاعتي خلاص؟ ايه خلاص بس حد يقطع غيري بقى. انت ما انا خجول في الحاجات دي. محمود ان شاء الله كل سنه وانت سالم، وبتضل الفرحة هيك والبسمة على وشك وما بتفارقك ابدا. حبيبي هابي بيرثداي، ان شاء الله كل اللي تتمناه يتحقق، وان شاء الله تطلع الثاني لان انا راح اكون الاول.